يا مساء السعادة على كل بشاهدنا وبيتابعنا في برنامج الطبيب. دايما لما احب اتكلم عن مريض السمنة المفرطة دايما بحب اقول ان هو مخير ومش مسير. يعني مريض السمنة المفرطة بيبقى قدامه حلول كتيرة جدا، ولكن هو بيختار هو عايز يتجه لفين. في ناس بتحب تتجه لعملية جراحية، في ناس بتحب تتجه لمثلا نظام غذائي. احنا النهاردة بقى هنتكلم على نقطة النظام الغذائي او الكورس اللي هيخليك تخس 40 50 70 كيلو، وبالفعل في شخصيات ظهرت معانا وحالات كتيره جدا. ويعني ضيفه فقرتنا النهارده عامله ضجه كبيره جدا بفكرتها اللي جذبت ناس كتيره جدا وخسست ناس كتيره قوي وهي قاعده في بيتها، هي التخسيس اونلاين. صاحبه كمان مبادره مصر بلا سمنه، يمكن انجزت حاجات كتيره جدا الفتره اللي فاتت، وده اللي خلى اسمها يكون علامه كبيره في عالم التخسيس والتغذيه العلاجيه. عشان كده النهارده احنا عايزين كمان نبارك لها على رساله الدكتوراه اللي هي تمت اكيد بنجاح. كمان النهارده احنا حابين بقى ناخد منها كل ما هو جديد، واكيد هتفيدنا لان حد مبتكر زيها ودايما بيفكر ان هو يكون مميز اكيد كل شويه عنده جديد. خلينا نرحب بضيفه فقرتنا خبيره التغذيه العلاجيه دكتوره دعاء سهيل، دكتوره في التغذيه العلاجيه من جامعه كامبريدج، صاحبه مبادره مصر بلا سمنه، اولى مؤسسي فكره التخسيس اونلاين، مؤلفه كتاب اثر الوعي والممارسات الغذائيه على النمو الجسمي. اهلا بيك يا دكتور، منورانا. دايما في نجاح والف مبروك على رساله الدكتوراه. الله يبارك فيك. خليني اسالك بقى سؤال مهم جدا، خلال مناقشتك لرساله الدكتوراه ورحله طبعا مش قليله وتعبتي لا فيه. وانا واخداها كمان بتميز، انا الوحيده اللي حاصله على وشاح التميز يعني. الحمد لله والف الف مبروك، وطبعا لازم يبقى فيه تميز. في تميز، يعني حد مبتكر زي حضرتك ودايما بتسعد للتميز لازم اكيد تكوني يعني حد بيفكر في كل نقطه تسعى للنجاح اذا كان ليكي او لاي حلقة تبع حضرتك. انا بحب دايما ان انا اكون صاحبه كل، ببحث عن كل جديد. دايما في الكورسات اللي بوجهها لمرضايا احب قوي اعرف كل مستحدثات العلم، العلم لا يتوقف، كل يوم في جديد، كل يوم في اكتشاف لماده عشبيه بتساعدني في ان انا اساعد مريضي في انقاص وزنه. ما بحبش ابدا اكون تقليديه، كمان بحترم الوقت جدا. بما ان خبير التغذيه العلاجيه او دكتور التغذيه العلاجيه مش بيكشف على مريضه بسماعه، فهو مش محتاج يشوفني، مجرد ان هو بيدخل لنا على صفحتنا على الفيسبوك بنعرف كل حياته عاملة ازاي، طوله وزنه وسنه، منطقة تجمع الدهون، هل قدر الله يعاني مشاكل صحية، ضغط، قلب، سكر، كل ده احنا بنعرفه عن مريضي. اما تقولي لي ايه هو المريض بالنسبة لدعاء سهيل، هو مجموعة معلومات مدونة مكتوبة بناء عليه بيتم تشخيص الحالة، بعد تشخيص الحالة ترشيح الكورس المناسب. بيتابعوكي على الصفحة دي طبعا دكتور؟ على صفحتي. هي معانا هي على الشاشة يا جماعة، صفحة الدكتورة دعاء سهيل. انا طبعا الوحيد اللي يعني عندي فريق دارس تغذية سواء كان خبراء أو خبيرات. علم التغذية علم كبير جدا، رسالتي للدكتوراه علمتني حاجات كتير قوي، خلتني أدخل جوه مريضي أكتر. أنا بحب أعرف سيكولوجية مريضي، الحالة النفسية لمريضي، ما الذي دفع مريضي لأنه يكون بيعاني من زيادة وزن. كل يوم يعني أنا قعدت أعمل الرسالة دي استغرقت مني سنتين. تمام، فسنتين حالات كتير جدا، 7 سنوات خبرة وحالات كتير جدا بتعدي عليا. يوم بعرف ايه العوامل المشتركة اللي دفعتهم لزيادة الوزن، ايه المشاكل القوية فعلا اللي ادت بيه لزيادة الوزن. لقيت ان في شريحة كبيرة جدا، مجتمعاتنا محبة للأكل طبعا. ده على فكره المجتمعات العربيه كلها، والا ما كناش تصدرنا في المقدمه معاناه من السمنه. صح. يعني احنا كدول عربيه نتصدر في المقدمه، احصائيه 2016 و17 و18 كل الدول العربيه تتصدر في المقدمه معاناه من السمنه. يعني السمنه بما ان كلنا بنتصدر يبقى احنا كلنا مشتركين في العديد من السلوكيات، مع كل اسف غلط. تصرفاتنا في بيتنا، طريقه حياتنا، طريقه الغذاء بتاعتنا، ما بقناش زي زمان. يعني اما نتكلم عن الدول العربيه الحب والحنان والدلع لاولادها والاسرتها والترابط، وانا عازمك على عشاء على غدا، كلنا المحبه والحب اكل. فبقينا محبين للاكل، بقى عندنا شهيه عاليه. حاجه تانية، انتشار محلات الفاست فود طبعا، يعني جانك فود انا بعتبره يعني خطر يهاجم الصحه. عفوا،
كمان المياه الغازية، استبدلنا العصاير بمياه غازية، بقينا بناكل بالليل في أوقات متأخرة، بقينا سلوكيات غلط دخلت على حياتنا طبعا. زمان كنا بناكل بدري وبننام بدري وبنتعشى بدري، يعني كنا بنستغل الساعات النهارية اللي فيها الغدة الدرقية بتفرز هرمونها القادر على حرق السعرات. النهارده ما بقاش كده، النهارده احنا طول الليل قاعدين على النت وبنلعب بابجي ويعني بس برضه يا دكتور حضرتك لعبتي بقى النقطة دي، يعني حتى لو أنا مش نايمة بدري شغلي كل اليوم بره وارد يكون في لعبتي بقى إن أنت تديلي الشهية ازاي؟ لازم ادور على كل ما هو حديث. يعني مؤخرا في مصر منتج الاناسيليوم مصري مرخص من قبل وزاره الصحه ونتيجته هايله، واللي عاجبني فيه انا شخصيا ان هو مناسب لكل الحالات الصحيه والفئات العمريه ومرخص من قبل وزاره الصحه ومصنع بمصر. يعني احنا بنتطور، احنا حاسين بمدى مشكله زياده الوزن. وبعدين كمان انا ليه بقول ان ده منتج انا بتحيز له؟ نسبه عاليه جدا من التركيز من السيليوم، وكل الدراسات الحديثه وموسوعه الميكوبيديا بتقول ان السيليوم او البسيليوم الاثنين صح بيطلق عليه كده وكده، يعني ان هو اعلى انواع الالياف لامتياز هذا العشب، ان المعده بتحتفظ بيه اكتر من 14 ساعه. يعني انا لو بتعامل او بعالج مريض زياده يعني بيزيد وزنه وما عندوش الكنترول على الشهيه، انا عارفه بعمل معاه ايه. انا دايما اقول علشان انجح، وده كاتباه برضو في كتابي، عشان انجح مع حالاتي لازم تشخيص جيد، كورس مناسب يخدم الحالة الصحية والفئة العمرية، لأن ما يتناسب لسن العشرين لا يتناسب للأربعين للخمسين للستين. الأناسيليوم أو البسيليوم مناسب لكل الفئات العمرية، ولكن في طبعًا في دراسة اللي انت تعرفي طبعًا التشخيص ايه الصح. لا انا عايزة اقول ان في محتويات اخرى داخل الكورس، ولا يكتفي على الأناسيليوم فقط، في حد شهية عالية وكمان حرق ضعيف، يعني اللي داخل اقل من اللي خارج. تخيلي انت يا ميري لما يكون مريض يعاني من زياده وزن وبياكل كتير وحرقه، عمليه الايض داخل الجسم لم تتم على الشكل المطلوب. عمليه الايض دي انا لازم يكون ماده فعاله مركبه تخدم الحاله الصحيه والفئه العمريه. لا يعني لو هو حرقه ضعيف وشهيته عاليه لازم اديله الماده العشبيه اللي تقفله شهيه بلس المواد الحوارق اللي تكسر وتفتت الخلايا الدهنيه دي اللي تنشط عمليه الايض داخل الجسم. كل الدراسات بتقول، انا بحترم قوي الدراسات العلميه، بتقول ان الراسبري كعشب، الراسبري كيتون اللي هو التوت البري ده كعشب هو اعلى انواع الحوارق، كمان الجارسينيا من الحوارق العاليه جدا، وبحرص انها تكون داخل الكورس بتركيز 6000. الجارسينيا تركيز 60% ودي النسبه المصرح بها دوليا، بيهمني لا اتعدى النسب المصرح بها دوليا. يهمني قوي ان انا ارشح لمريضي او اقول له ان ده مناسب ليك، يكون مناسب لحالته الصحيه. وارد قوي يكون مريض ضغط، مريض قلب، مريض سكر طبعا. لازم اراعي ده في كرسي الكورس بتاعي علشان يتناسب مع علاجه وجرعاته من علاجه وجرعاته من علاجي. دي كل الناس بتتعالج عندك حتى لو عندها اي حاجه، وده اللي احنا بنسمعه. خليني قبل ما اسالك سؤال مهم جدا عن الكتاب اللي حضرتك الفتيه، خلينا نبارك لك مره ثانيه. وهنشوف طبعا يا جماعه يعني صور لتكريم الدكتور في رساله الدكتوراه، واهي بالفعل معانا يا دكتور، احنا بنبارك لك فعلا. احكي لنا بقى اللحظات دي كانت كمان ايه؟ مستر ديفيد لارسون اللي هو عميد الجامعه وكان مبسوط قوي ان احنا كدول عربيه مهتمين قوي بموضوع، يعني مستر ديفيد ده عميد جامعه نيوكاسل ببريطانيا، كان مبسوط قوي. هو متخيلين ان احنا دول ناميه ولن نبحث عن كل جديد، ومش مهتمين بموضوع زياده الوزن اللي احنا احتلينا مراكز محترمه في في الاحصائيه، وكان في دماغهم ان احنا كدول العالم الثالث دول مش ما عندهمش مشكله في زياده الوزن. وانبهر عالي جدا بالتخسيس اونلاين، لان له شابتر كامل في الكتاب. تخسيس اونلاين انا يعني كل ما يخدم مريضي، مش محتاجه اشوف مريضي، لازم اوفر وقت مريضي. يعني ممكن يكون في حد بيرجع من شغله الساعه 9 بالليل مثلا، ازاي ده انا هقول له اعمل دايت او اقول له مثلا اتبع حميه غذائيه او تعالى لي العياده؟ انا ليس ضد،
ولكن انا بكيف نفسي على ظروف مرضايا اللي ما عندهمش وقت. معاك تليفون؟ تكريمات لرساله الدكتوراه ومعانا طبعا كمان التكريم يعني للكتاب. احكي لنا ايه قصه الكتاب؟ يعني ليه كمان كنت اثر الوعي والممارسات الغذائيه على النمو الجسمي؟ ليه الفتي كتاب يا دكتور كمان؟ لازم انقل، يعني خيركم من تعلم العلم وعلمه، لازم انقل خبرتي وابحاثي والقراءات اللي انا عملتها وخبرتي مع مرضايا 7 سنوات، لازم انقلها للمريض، انقلها للجمهور، عشان في ناس كتير جدا عندهم زياده 50 كيلو 70 كيلو وعندهم ياس، انا بقول لهم ما فيش ياس، والكتاب مدون بالحالات اللي ناجحين احنا معاها على ارض الواقع. انا الحمد لله معايا ناس لمجرد انها بتاخد الكورس بالتليفون وبتتابع مع الدكتوره على الواتساب او المسجز على الفيسبوك، الحمد لله 50 70 كيلو 60 كيلو 50 كيلو. شفنا وكانوا معانا كذا حاله طبعا. محمد انا مدونه يعني ضايفه ده في الكتاب علشان اللي بيعاني من زياده الوزن بتبقى متضرر نفسيا، ودايما اقول النفسيه ليها عامل كبير جدا سواء في زياده الوزن او في انقاصه ايا إن كان بقى حالته. طبعا الناس اللي بتاكل له حل عندي. ايوه ده اللي انا عايزه اقوله بقى، حل يعني ايا كان مشكله مريضي، حل حرق ضعيف، شهيه عاليه، استئصال رحم، مراره، غده درقيه، كل ده انا في الكورس المناسب للفئه العمريه والحاله الصحيه. مفيش مريض الحمد لله بنفشل معاه ابدا. الكورسات انا بحرص دايما ان انا اكون بتابع التطور الصحي للحاله، لان وارد قوي الحاله تبقى داخله معايا شهيه عاليه. طبعا شهيه عاليه بتتقفل الشهيه، اخشى ما اخشاه يحصل له بلاتو، عمليه ثبات الوزن، لازم اغير نوع العقار حتى لا يعتاد الجسم عليه. ان انا لازم بعد كده بدخله حوارك، علشان معروف ان في بدايه انقاص الوزن بتنزل الدهون السهله، اي الدهون الاحاديه والثنائيه، بحول لها بعد كده الدهون الثلاثيه لاحاديه وثنائيه عشان يسهل نزولها وخروجها بره الجسم. لازم اعمل له لايف ستايل جديد يفضل عايش بيه الى ان ينتهي بيه العمر وربنا يطول اعمارهم. لازم ان انا انظم مواعيد اكله، ما بعملش دايت، ما بعملش رجيم لمريضي. انا مؤمنه تماما ان ياكل كل حاجه واي حاجه ولكن بنسب قليله معتدله، مؤمنه ان انا استغل الساعات النهاريه اللي ربنا سبحانه وتعالى خالق لي، الغده الدرقيه بتفرز هرمونها، مؤمنه تماما ان انا لازم يكون سلسل لطعامك وسلسل لشرابك وسلسل لنفسك، هي اتلات ربنا سبحانه وتعالى قسمها لنا، فلازم انا ما احرموش ما اخنقوش. انا ما بحبش احط مريضي تحت هدك، ما بحبش احطه تحت ضغوط. كمان الاطفال، هل من المنطق طفل 7 سنوات اقول له يا حبيبي ده لو كلته هيتخنك او دي سعرات حراريه عاليه او لا ده اعمل رجيم؟ ما ينفعش ما ينفعش. ولذلك انا بقول انا مبسوطه ليه ان الانسيليوم منتج مصري مرخص موجود عندنا، انه ده مناسب للاطفال، ان انا هديه للطفل هشربه له هيعطشه. يعني كمان بتعالجي سمنه الاطفال؟ طبعا. انت مسيبه حد بقى؟ لا ما شاء الله. طب معلش بقى معانا تليفون اتفضل. الناس يعني كميه تليفونات بس هنحاول ناخد يعني على الاقل كام تليفون. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام مدام عزه اتفضلي. انا اشكر الدكتوره دعاء جدا قوي. وانا اشكرك جدا قوي جدا. والله العظيم بجد. والدكتوره نريمان في الفريق عند حضرتك؟ طبعا من فريق. بص حضرتك انا كنت يائسه جدا ان انا اخس. لا مفيش ياس معانا باذن الله جدا. تفائلوا بالخير تجدوه. وما خدت العلاج انا ما توقعتش ان يعني تنزيل الدهون نزلت مني ازاي وخسيت ازاي، انا مش مصدقه. طب فرحيني قولي لي كنت كام وبقيتي كام؟ كنت 137. ايوه بقيت 132. حلو قوي. 5 كيلو في 5 ايام. لا لا بتهرجي بقى. قسما بالله قسما بالله في 5 ايام انا مش مصدقه نفسي. انت كانت شهيتك عاليه والكورس سدها، ولا انت مثلا كان الحرق عندك قليل؟ يعني كده شهيه عاليه حرق ضعيف. لا انا باكل كل حاجه. مش عامله دايت صح؟ لا مش عامله دايت. كويس قوي. باكل كل حاجه بس باكل بكميات على قد معدتي. طيب الكميات دي سوري بس حابه افيد الساده المشاهدين، الكميات دي انت اللي حارمه نفسك ولا الكورس اللي مساعدك؟ بكل امانه يعني. لا الكورس اللي مساعدني الصراحه. ايوه. اذا اردت ان تطاع فامر بما يستطاع. دايما انا ضد ان انا بقول حد محب للاكل وشهيته كبيره. الانسان لما بياكل كتير بيبقى مع كل اسف بوظ معدته، كبرها. فعلشان انا اقول له بعد كده اعمل دايت يعني هيقابل عذاب كبير قوي، عشان كده بقول اساعده بماده فعاله تقفل له الشهيه، يعتاد على حجم وجبه ضعيفه بناء عليه هيخس. فانت ساعده من الاول ما تقرفوش. طبعا برافو كملي وان شاء الله النتيجه خير اذا احيانا ربنا.
بنشكرك مدام عزة، وكملي والف مبروك طبعا. 5 ايام 5 كيلو يعني معدل كويس جدا. اذا قفلت الشهية واديتها المادة الفعالة اللي تملى داخل المعدة. انا ليه بقول حل الشهية العالية هي فايبر عالي واعلى انواع الالياف، ودايما ابحث في ده واشوف ايه المنتجات اللي بتحتوي على كوجك على سيليوم، واشوف التركيز قد ايه علشان ده هيخدم حالة مريضي ولا ايه. لازم يكون ده يعني انا دايما ده باخده في الاعتبار، ما بيهمنيش مصنع فين، ما بيهمنيش اسمه ايه، لاني برفض اعلن عن دواء وما بعلنش عن دواء. انا بيهمني صحه مريضي طبعا. بيهمني يعني ان انا اوصل مريضي لبر الامان. انا بيهمني نجاحي او فريقي مع مريضي في نهايه الشهر خاسس 8 كيلو 10 كيلو، في ناس بتخس 15 كيلو طبعا، بس 40 كيلو لا ده بتكلم في نهايه الشهر. قدري ما شاء الله 62 كيلو ويا ريت لو عندكم صوره لقدري. قدري 62 كيلو، محمود 50 كيلو، محمد 45 كيلو، وده انا من يعني من وجهه نظري ده ثمره نجاح لمبادره مصر بلا سمنه. الرسالة اللي حضرتك طبعا ناقشتيها لسفرة الدكتوراه، أنا عارفة أن هم كانوا منبهرين جدا بفكرة التخسيس أونلاين، ويكاد يكون دي خدت يعني مساحة كبيرة. احكي لنا أكتر يعني هو كان جديد عليك أكتر في مصر. حاجة عجبتهم في الرسالة هو تخسيس أونلاين جديد عليك في مصر، لكن مش جديد في الدول الأوروبية. أوكي. مش جديد في أمريكا، ده الدكتور أوز الأمريكي بيتعامل مع مرضاه كده. يعني معانا سوري يا دكتور. يعني شفتي أدري أهو يا جماعة 20 سنة ازاي يبدا حياته بيعاني من زياده طبعًا وزن طبعًا. ازاي انا كخبير تغذيه دارس وفاهم واقدر ان انا اساعده واسيبه يعني اما يخس معايا 60 كيلو في 4 شهور وخلاص، هو ثبت يعني هو اول شهر تثبيت كان الشهر ده وان شاء الله بعد التثبيت اجيبه. هو اصحابه بقى طبعا، هو جاب لي كل اصحابه هم اللي جم لوحدهم واتغر منه لما شافه. فانا شايفه ان الدكتوراه هتخدمني كتير قوي في مبادره مصر بلا سمنه. خلينا نتفق ان احنا يعني كدول عربيه او احنا في مصر تحديدا بنحترم العلم والشهادات طبعا، احنا بنحترم ده. فانا لما اكون بشتغل على مبادره مصر بلا سمنه واللي بيعاني من زياده وزن يشوف ان ده حد دارس تغذيه، حد فاهم كويس سيكولوجيه المريض، اكيد المبادره ان شاء الله تنجح. وانا بقول يعني يا من تعانوا من زياده الوزن، انا معايا فريق كامل. الحق نفسك، انت النهارده بتعاني من زياده وزن، غدا ولا قدر الله لا قدر الله يبقى يكون بيصاحبه مرض اخر من 44 مرض انها تكسمنا. طيب احنا عايزين ننوه تاني على صفحه دكتوره دعاء. يا جماعه هي معاها على الشاشه صفحه دكتور دعاء سهيل، الصفحه الوحيده باسمها وفيها اكتر من 33 خبير تجميل وخبير تغذيه و24 ساعه بيردوا على الصفحه. اذا كان بقى نتكلم على الصفحه دكتور او بالتليفون طبعا ايا كان طبعا بيتم الارقام على الصفحه، ارقام الخبراء والخبيرات على الصفحه. طيب النقطه بقى اللي عايزه اتكلم فيها، انت قلتيها من شويه بس انا عايزه ادقق عليها تاني، الاطفال. طبعا سمنه الاطفال. طبعا احكي لنا بتعملي ايه مع الطفل؟ اما يكون طفل شهيته عاليه وبيحب الاكل وعلى فكره اغلب الامهات هم السبب يعني في زياده وزن الطفل ده، انت السبب، انت اللي عودتيه قلت له خلاص الطبق، انت اللي ضغطتي عليه وفضلتي تكبري في معدته. فلما يبقى شهيته عاليه ما تقرفوهوش بقى، ما تقولوش اعمل دايت، لازم تساعديه انت تديله وهو باكت باودر في نص كوبايه ميه وبعدها بيشرب كوبايتين ميه. السايد افكت للبسيليوم او الانسيليوم السايد افكت عطش. فكل ما الطفل هيعطش الشهيه هتتقفل لان حجم الفايبر بيعلى، بياخد حيز كبير داخل المعده. فطفلي مش هقول له ممنوع او ده يتخنك يا حبيبي طبعا، انا بحب اعالج ده. وبعدين معروف الاحصائيه بتقول ان احنا بنعاني من ارتفاع زياده الوزن ما بين الشباب والاطفال. فلازم ناخد بالنا شويه، ومفيش اي خطوره على الطفل او علينا، دي كلها حاجات مرخص من كمان وزاره الصحه وطبيعي حسب وزاره الصحه. انا بشكرك يا دكتور على النجاح والف مبروك مره ثانيه على سفره الدكتوراه، ودايما في نجاح. عايزه اقول كمان ان الدكتور دايما يا جماعه مش بس بتخلي الخبره اللي عندها هم اللي بيتابعوا، لا هي لازم انا يوميا بقرا كل الحالات اللي تواصلت معايا على الصفحه واشوف التشخيص والترشيح صح ولا لا. كله بيتم تحت يعني مفيش، انا الوحيده انا احاسب على كل تبعي كل حتى طبعًا. لو كل الدكاتره اللي عندك الريبورت بيجيلك في الاخر طبعا، ده ما بنامش غير ما بشوف.
النجاح اكيد ملحوظ ودايما يا رب في نجاح. انا يا رب دايما يا رب بكون مبسوطه لما بيبقى عندنا دكاتره في مصر مشرفينا طبعا، محققين تميز كمان. مشكوره جدا يا دكتور. شكرا لك يا حبيبتي. بنشكر دكتوره دعاء سهيل، دكتوره في التغذيه العلاجيه من جامعه كامبريدج، صاحبه مبادره مصر بلا سمنه، اولى مؤسسي فكره التخسيس اونلاين، مؤلفه كتاب اثر الوعي والممارسات الغذائيه عن نمو الجسمي. وانا كمان بشكركم.